السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم تشرو، ولكن ماشي هذاك تشرو اللي كيكون صغير، وتشرو معروفة به الأقاليم الشمالية والريف. يعني هذا هو تشرو اللي كنديرو، كيجي زوين بزاف. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة. بسم الله، هنايا عندي الدقيق، الفورص هو اللي كنستعملو. غادي ندير شويه ديال الخميره، يعني غير شويه، ما نديرش بزاف، غير نص معلقه ديال الخميره. غادي ندير شويه ديال السكر، معلقه هكا ما عمراش ديال السكر، والملحة. صافي، هذا الشيء اللي كنحتاجو في هذا الشرو. صراحه كيجي رائع وكيتحضر يعني بسهوله، دغيا كيوجد. صافي، غادي نخلط هكا الملحه والخميره والسكر مع الدقيق. كنعجن بالماء، دفيتو غير شويه. ما كنعجنوش بزاف، غير كنخلطوه. صافي، كيتعجنش هاد التشرو، ما كيتعجنش وما كيخمرش. ما غاديش نوقف يعني التصوير باش تشوفوا شحال ديال الوقت اللي كنبقى نعجن فيه، يعني ما كنعجنوش بزاف. التصوير يعني باش تشوفوا الوقت اللي كنبقى نعجن فيه، يعني هو ماشي بحال السفنج، يعني ما خاصوش يتعجن، يعني غير صافي، غير هكا صافي. نزيد له غير شويه ديال الماء، ديالو هذا هو، ما خصوش يجي جاري وما يجيش قاصح، حتى هو القوام ديالو. صافي، دابا غادي نخليه يرتاح شويه، ماشي بزاف. ها القوام ديالو كيفاش كيجي. صافي، غادي نخليه يرتاح واحد 5 ديال الدقائق ولا 6 ديال الدقائق، المهم غير شويه. صافي صافي، نخليه جانبا هكا، نغطي عليه بشي حاجه، بشي غطايه.
صافي العجينه ديالي ارتاحت واحد 5 ديال الدقائق، دابا غادي ندير الزيت في المقله تسخن. وكنعمروا العجينه ديالنا في هاد الماكينه، اللي ما عندهاش هادي تستعمل الجيب الحلواني تحيد له هذيك دوك السنينات، وما يكونش مسنن وصافي. صافي وكنعمروه. صافي كنعمروه بهذه الطريقه. وكنخلي الزيت حتى كتسخن مزيان. صافي ملي كتسخن الزيت مزيان كنبداو نطيبو الشرو ديالنا بهذه الطريقه. صافي كنبقى نحلو هكا بالفرشيطة. كما كتشوفو تهرست شوية من الجلب، ولكن واخا هكا قضية الغرض. صافي غير كنشوفوه خدا هاد اللون الذهبي كنحيدوه. وهذا هو التشرو ديالنا، جا رائع ومقرمش وما شاربش الزيت، يعني ما شارب ولا نقطه ديال الزيت، كيجي زوين بزاف. وانتوما إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك والاشتراك في القناة وتبارتجيو مع الأهل والأصدقاء. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله.